مضرب الحقوق الصاروخي الطردي كسر المنابر وينجا او كل الذي ماتوا زوجتي. هنا قصفت ميليشيا الارهاب الحوثي منزل الصياد يحيى محمد فرج، صيرته كلبة من رماد وحطب في منطقة رأس حسي بمنطقة المتينة جنوبي الحديدة. يحكي الصياد يحيى كيف اختطفت قذيفة ميليشيا الإرهاب الحوثي روح زوجته الحامل وستة أطفال من ضمنهم ثلاثة من أبنائه وأقاربه. تصفق لنا الحوثي في شيلة الحوثي في رأس الحسين، ضرب هاون في رأس الحسين، قضى على عيالي زوجتي حامل باقي عليه يوم واحد من الولادة، وثلاثة عيالي وبنت خيتي وبنت خالتي وبنت أمتي وبنته. يبوح يحيى بكل مواجعه، أرقت قذائف ميليشيا الإرهاب الحوثي حياة هذا المواطن والآلاف من المواطنين، قصفت مهاجع نوم عائلته، صار الأب والأم لبقية أطفاله الأيتام، تغسل أمه المسنة أحزانه عن كاهله، تنبج مواقد الطين ما تبقى له من رحلة الصيد من طعام لأطفاله، صارت حياته رمادا ونزوحا وتعب، تبكي لمواجعه الماشية فيما يصمت العالم أمام مأساة آلاف المدنيين في تهمة. والآن زحنا من رأس الحسين وفن المزفري بدنا عرابة، درست السبت مضيع أنا وعيالي ثلاثة انفار، أنا أطمح له وطينا الأكل وخسله وصب له كل شيء في ذمة مين؟ في ذمة الحوثي الذي شرد علي من بلادنا ونفرنا بلاد الناس مشردين، دعنا نفرنا مضيع في حرق ربي في برد ربي صرت أنا مضيع وأنا صياد كله في ذمة الحوثي الذي أبير الله الغام. أما هذا الشاب فكان يقود سيارته في منطقة مقبنة باتجاه بلدته حيس اختطفه اللغم الحوثي، أعطب سيارته نفقت الأبقار، صار جريحا يحكي مأساة طرقات زرعتها ميليشيا الإرهاب الحوثي بالموت. أنا أفكر بأن اللغم الميليشيا الحوثي من مزروع من ميليشيا الحوثي، الحمد لله سلامات السالم انتهى تماما والمقر هناك وأصحابي هناك تعوضوا. هكذا صارت حياة السكان في الحديدة مثخنة بالموت، فمن نجا من قصف ميليشيا الإرهاب الحوثي تتخطفه عناصرها الإرهابية في طرقات ملغومة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة.